مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من شارك، وخلونا نشوف مشاهدينا الكرام أبرز الموضوعات. الموضوع الأول، ريادة 6 في 6، 12 فكرة ريادية ينتظرها التمويل في مشروع تطوير المرأة الليبية في ريادة الأعمال. في ثاني المواضيع اليوم مشاهدينا الكرام، مرزق طيبة الله يخليها زوجة جميلة وصلتنا من أقصى الجنوب الليبي لنتشاركها معكم. ثالث المواضيع مشاهدينا الكرام، ليبيا من كان يعلم. اليوم كان أحد تلك الأيام التي لا أصدق فيها حقا ما رأيته بأم عيني. من القائل وشن المناسبة؟ نتابعوها اليوم في شارك. مشاهدينا الكرام، 800,800 هو الرقم التقريبي لعدد النساء الليبيات العاملات في ليبيا داخل وخارج الجهاز الإداري في القطاع العام وفي القطاعات والشركات الخاصة، والواقع أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك إذا ما حسبنا المشاريع الصغرى والنشاطات التجارية والحرفية اللي تمارسها عديد النساء في بيوتهن. فيما يبدو شكل من أشكال ريادة الأعمال غير المنظمة في ليبيا. مشروع تطوير المرأة الليبية لريادة الأعمال يعود من جديد لبلديات طرابلس الكبرى في نسخته الثانية بعد النجاح الكبير اللي لقاته النسخة الأولى بسنتي 2016-2017. المشروع يهدف إلى تنمية المهارات الريادية للنساء الشابات اللي كملن تعليمهن الجامعي في السنوات الثلاثة الماضية، أو المتوقع تخرجهن بالعام الجامعي الحالي لتنمية مهاراتهن من خلال حزمة من التدريبات المتنوعة اللي من شأنها تعزيز ثقتهن بأنفسهن وتعليمهن الأسس اللازمة لتنفيذ المشاريع وإدارتها والتسويق لها. المشروع مقدم من مجموعة من منظمات المجتمع المدني الغير ربحية التي تعنى بالتنمية التكنولوجية وتسعى للمساهمة في بناء وخلق مجتمع ليبي مواكب للعصر وتساهم في تطويره، حيث ستعمل هالمنظمات على توفير الدعم التقني لمشروع تطوير المرأة الليبية. تعد ريادة الأعمال للمرأة مصدراً مهماً لم يتم بعد استغلاله في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. فعلى الصعيد العالمي تسجل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى معدلات للنشاط الريادي بإجمالي 4% فقط من السكان. تشكل المرأة نسبة صغيرة من رواد المشاريع، ولذلك هناك حاجة لجهود موجهة ومنسقة على جبهات متعددة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية. ويمكن أن تشمل هذه الجهود تغييرات في السياسات لضمان المساواة للمرأة في ظل القانون، ومن أجل سد الفجوات المتبقية بين الجنسين في الصحة والتعليم، ومعالجة مشكل عدم تطابق المهارات في سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة مدنياً وسياسياً، وتغيرات في السياسات الاقتصادية باعتماد نظم أكثر دقة، وبالتالي ترتيبات أفضل لعمل مرن وتعزيز فرص الحصول على التمويل والتدريب لصاحبات المشاريع. ريادة الأعمال مشاهدينا الكرام في ليبيا ثقافة وفكر، يمكن نقول عليهم أنهم جزء من ثقافة وفكر المرأة الليبية. مشاريع صغرى عديدة شفناها في ليبيا ونشوفوا فيها وتأثرت بشكل أو بآخر بظروف نشأتها، بعضها انتشر على نطاق واسع وبعضها لازال يبحث عن هذا الانتشار اللي ممكن توفر مشاريع زي مشروع تطوير المرأة الليبية لريادة الأعمال، واللي حنتكلم عليه اليوم مع ضيفنا من طرابلس أيمن هبوش أو هبوش من منظمة هكسا كونكشن، المنظمة اللي توفر الدعم التقني للمشروع. سيد أيمن أهلا بك في شارك. أهلا بك أستاذ، كيف الحال؟ نتكلم بداية على منظمة هكسا كونكشن، شن هي هالمنظمة؟ شن الخدمات اللي هي تقدم فيها؟ شن النشاطات اللي قامت بها ولازالت تقوم بها؟ آه
منظمة هيكسا كونكشن أو كما تسمى مجتمع هيكسا للتنمية التكنولوجية. من اسمها هيكسا لطالما كانت مهتمة بالتنمية التكنولوجية وكيف نقدروا نساهموا في بناء المجتمع الليبي ونطوروا منه عن طريق التكنولوجيا. منظمة هيكسا كونكشن طبعا منظمة ليبية غير ربحية، تأسست من 23 أكتوبر 2013، وحاليا هيكسا تبلغ من عمرها 6 سنوات. ولما نقوله 6 سنوات، 6 سنوات من الإنجازات اللي احنا كأعضاء الحاليين والسابقين فخورين بها. ولما نقول إنجازات نقصد شراكات، مسابقات. لطالما هيكسا كانت رائدة في كل ما كانت تقدم للمجتمع، يعني بكل أفكارها ونشاطاتها، من أولها اللي كانت المنفذة الأولى لمسابقة الوطنية للروبوت، ساعة من البرمجة، غير المسابقات اللي كانت تقدم فيها الدعم وتطوير المرأة في مجال ريادة الأعمال وفي المجالات التقنية، طلبت تعمل مع طلبة جامعات، وكان لها هلبة شراكات مع منظمات على الصعيد المحلي والصعيد الدولي. فهيكسا دائما كانت تشتغل على زوز محاور أساسية اللي هما التكنولوجيا وريادة الأعمال، بحكم أن في رأينا هادو أكثر زوز محاور تقدر تواكب بهم العالم الخارجي وتبني مجتمع معاصر. مصطلح التنمية التكنولوجية أيمن، شو المقصود به؟ لما نقول التنمية التكنولوجية، يعني حاليا أغلب مناهجنا ممكن تكون بدائية في المجال هذا. احنا نحاول نعطوا دورات على جنب، نستجلب أخصائيين في هذا المجال يطرحوا تكنولوجيا جديدة. يعني فهمت كيف؟ طلبة يدرسوا في الجامعات لكن مش بدراية تامة على آخر التطورات اللي صايرة. احنا الحمد لله عندنا يعني طاقم الشباب اللي متميز، اللي طور من نفسه وذاته، واللي تلقى دراسة بالخارج، فبشراكتنا معهم وصداقتنا يقدموا في الدورات هذه للشباب، التوعية وما إلى ذلك. طيب الجنسية لهالمنظمة هيكسا شنو هي جنسيتها أيمن بداية؟ وتاني حاجة تكلمت على إنجازات ونشاطات قامت بها، هل هي مجانية؟ وضح لنا أكثر. زي ما قلت لك، منظمة هيكسا منظمة ليبية غير ربحية. ولما نقول لك نشاطات، زي ما قلت كانت عندنا أكثر من نشاط. نظمنا مسابقات زي مسابقة الوطنية للروبوت، حيث تم جلب شباب المهتمة بثقافة الروبوت، شباب صنعوا روبوت، رجال آليين يعني بالأحرى صنعوهم، وكانوا شباب من مختلف بقاع ليبيا. طبعا مشاريع هيكسا كانت ممتدة على طرابلس، بنغازي، جنوب وكل أنحاء ليبيا، وجول طرابلس، وبعدين تم زي مسابقة أو بالأحرى زي أولمبيات، تم تنظيم أولمبيات روبوتية، فكانت إنجاز كبير لنا. غير هيك كانوا عندنا نشاطات زي ساعة البرمجة، نحاولوا دائما ننفذوا النشاطات اللي تكون مواكبة الإيفنتس أو النشاطات العالمية في نفس الوقت، نحاولوا ننفذها في ليبيا. طيب هو احنا اليوم حنتكلموا أيمن على مشروع تمكين المرأة الليبية لريادة الأعمال LWED، ولكن قبل ما نخشوا في هالمشروع والمشاريع اللي متفرعة منه والشراكات اللي حدثت بينكم وبين منظمات ومؤسسات مجتمع مدني أخرى، ليش اخترتوا بالذات شريحة النساء؟ احنا لا نختلف بأن المرأة أثبتت وجودها في السوق من خلال مشاريع هلبة انتشرت بين قوسين تحت رئاسة نساء ليبيات. هل عندكم شرائح أخرى أنتم قدمتوا لها أي مشروعات أو مواضيع شباب أطفال إلى غير ذلك، أم أن كل مشاريعكم المستهدف منها النساء؟ لا أكيد كهيكسا كونكشن استهدفنا شباب جامعيين، ذكور وإناث، وكانت عندنا نسخة أيضا مشابهة لمشروع تمكين المرأة لريادة الأعمال، كانت عندنا نسخة خاصة بالرجال وكانت لاقت نجاح كبير أيضا. فمع عمر شغلنا كهيكسا كونكشن كان مختص يعني عن النساء أو دعم النساء فقط، بس إنما غير حاليا المشروع هذا مهتم بشريحة النساء. طيب
المشاريع هذه انت تكلمت ان في نسخه سابقه خاصه بالرجال، وعندكم مشروع حتى في مكالمه تحضيريه قبل هالحلقه قلت ان في مشروع انطلق في 2016 اعتقد، وان شاء الله ما اكونش غلط في التاريخ. كل هالمشاريع بالتاكيد تحتاج دعم مادي ايمن، منين يجيكم الدعم؟ بالضبط بالضبط اكيد. حاليا هيكسا دعمها تتلقى فيه من شركائها سواء كان من منظمات دولية أو جهات معنية اللي تهتم بالقضية بحد ذاتها. يعني حاليا احنا دعم المشروع هذا الحالي مقدم من برنامج تكامل الاقتصادي والتعاون مع وزارة التخطيط وأيضا منظمة خبراء فرنسا. طيب خلينا نخشوا في النسخة السابقة أو المشاريع السابقة، شن تفاصيلها، المشاريع اللي أنتم دعمتوها نجحت ما نجحتش، كيف تم الاختيار، الآلية اللي تم بها الاختيار، هل درتوا مسابقات معينة؟ يعني أعطينا تفاصيل أكثر أيمن. أوكي. بالنسبة لمشروع تمكين المرأة الليبية لريادة الأعمال في سنة 2016-2017 كان ليه توجه مختلف شوية، وأنا هذا الشيء اللي حنوضحه توا. كبداية كانت البداية زي مشروعنا الحالي، أطلقنا زي ما تقول أبليكيشن النساء المهتمة اللي كان عندها فكرة مشروع أو مشروع في مرحلة بداية مرحلة التنفيذ وكانت حابة تقدم وكانت محتاجة توجيه، كانت قدمت معنا. بعدين تم اختيار حوالي 20 مرأة أو 15 إلى 20 مرأة. لما تم اختيارهم نساء هادو خدوا معنا مجموعة من التدريبات اللي كانت حتفيدهم في تعزيز ثقتهم بنفسهم، كيف أصلا يقدروا ينفذوا مشاريعهم، كيف يديروها، وكيف أيضا يرسموا هيكلية لتسويق مشاريعهم. كان عندنا زوز مشاريع بارزات اللي ديما نتكلم قصة نجاحهم، اللي هو مشروع تمارا ومشروع كرزة، اللي حاليا كرزة كان عبارة عن مشروع خاص ب عبارة عن شابة قررت أنها تدير براند معين لها من ناحية الملابس بتصاميمها، والحمد لله لاقت نجاح وافي. وأيضا تمارا كانت تقدم في التمر في المناسبات والأعراس بطريقة مميزة، يعني كان غير التمر المعتاد، يعني بطريقة التزيين والديكور وما إلى ذلك، وأيضا لاقت نجاح كبير. وهذا صراحة من أكثر زوز القصص اللي احنا فخورين بهم المشروع هذا. وكان أيضا في عدة مشاريع أخرى استفادت هلبة من التدريب اللي تلقاتها معنا خلال المشروع. هل سبق اختيار هالمشاريع أيمن دراسة للسوق المحلي، شن يحتاج من مشاريع؟ وبعدين هل عندكم خبراء خلينا نقوله في السوق وفي الاقتصاد لربما يساعدوكم في اختيار ودعم هالمشاريع؟ هل لديكم ناس يعني متخصصة في هالمجال؟ نعم بالتأكيد. أنا زي ما قلت لك هيكسا خلال 6 سنين قدرت تكون شراكات وعلاقات مع شركات مهمة، وحتى كشخصيات كأفراد في المجتمع الليبي اللي متميزين اللي عندهم الخبرة الكافية ومستعدين أنهم يفيدوا غيرهم بها. فكنا ديما نستدعو في الناس المهتمة بالتخصص، كنا نوفروا لهم في استشارات قانونية مثلا، زي ما قلت لك نوفروا لهم في ناس تقدر تفيدهم من ناحية خطة التسويق في خبرتهم، بحيث أن يقدروا يدخلوا السوق الليبي بالثقة الكافية ويعرفوا كيف يتعاملوا مع الزبائن، شريحة الزبائن اللي هم مستهدفينها في كل مشاريعهم. يعني طيب لما تطرحوا في أي يعني في أي مشروع أيمن تستهدفوا به في النساء، سواء النسخة اللي فاتت ولا النسخة هذه، هل عندكم أنواع معينة من المشاريع تنصحوا بها أو تقترحوها، أو حتى في عملية الاختيار تختاروا فيها يعني خاصة بالمرأة مشاريع مثلا زي تمارا، هذا مشروع يخص الأكل خلينا نقوله أو المواد الغذائية، نجول لمشروع آخر الملابس، أم أن المجال مفتوح لكل أنواع المشاريع؟ بالضبط. لا المجال مفتوح طبعا لكل المشاريع، بما ان بحكم انها المهم تكون الفكره رياديه وقصدي محققه ربح لرائده الاعمال نفسها، فاحنا مرحبين بكل الافكار وما نستبعدوش يعني اي نوع او صنف من الافكار يعني. والشيء اللي ممكن ما وضحته لك وقلت حاب نوضحه ان النسخه هذه تختلف عن الاولى في شنو. الاولى قدمنا مجموعه تدريبات وتم تجهيزهم
وانتهت فترة التدريب وتم تتويج مثلا تم تكريم الرائدات. لكن في النسخة هذه حيتم اختيار 5 رائدات اللي حيتم مرافقتهم، حيتم تدريبهم هنا في ليبيا وأيضا حيتم تدريبهم أيضا في تونس، وفي تونس حيتم اختيار من أصل 5 رائدات حيتم اختيار رائدتين اللي حيتم دعمهم من قبل المنظمة المبلغ مالي اللي حيقدر يساعدهم انهم يبنوا مشروعهم، والرائدات الفائزات حنوفروا لهم مرافقة. هذا الشيء هو اللي يختلف على النسخة الأولى، يعني بعد ما يتم تتويجها وتكريمها حنوفروا للرائدات هذو 5 أشهر على ممتد على مدار السنة، 5 أشهر من المرافقة نوفروا لهم فيها أيضا استشارات قانونية. شو معنى مرافقة؟ نقدر نفيدهم بأي بكل علاقات نحن، أي علاقات تحتاجها هي في خدمتها. هذه المرافقة معنى أنك تواكب الرائدة لين تتسجل رسميا فكرتها يعني أو مشروعها يتسجل رسميا، لين خلاص تبدأ تدخل في السوق وتكون بدراية تامة وملمة لكل شيء ممكن تتعرض له يعني في السوق في طيب. بدايتها يعني. أعطينا المشروع من البداية أيمن، كيف تم إطلاقها؟ نوفر لها كل المفاتيح اللي ممكن تحتاجها في إدارة مشروعها. كيف تم إطلاقها؟ كم عدد النساء اللي هم تقدموا لهال المشروع وقدموا مشاريعهم وأفكارهم؟ لوين وصلت الخطوات؟ شن نوعية الدورات اللي حيتلقوها النساء؟ هل في إقبال كبير أو لا؟ مسألة الإعلان عن هالمشروع هل أعطيتوها اهتمام كبير بحيث أن المشاركات يكونوا من مختلف المدن، لربما يكون حتى في تنوع في الأفكار؟ وحتى السوق يعني السوق في طرابلس غير السوق في مصراتة، غير السوق في بنغازي، غير السوق في الجنوب. أكيد أكيد أكيد. المشروع هذا اللي هو المقدم بحد ذاته المدعوم من برنامج التكامل الاقتصادي الليبي بتعاون مع وزارة التخطيط، كان مستهدف القطاع الخاص في ليبيا بصفة عامة. فالمرة هذه حبوا يستهدفوا المنظمات المجتمع المدني اللي تقدر من خلالها تكون كقناة أن يوصلوا في رائدات الأعمال. تم اختيار 6 منظمات على ليبيا، زوز من كل منطقة جغرافية، زوز من الجنوب، زوز من الشرق، وزوز من الغرب. هيكسا طبعا كانت أحد المنظمات الممثلة لجهة الغرب. فكل منظمة حتقوم بنفس الخطوات هذه، إن أطلقت الإعلان، حنحاولوا نجذب رائدات الأعمال المهتمات بالأمر، حيتم اختيار مجموعة منهم، نقولوا حوالي 12 رائدة حينتقلوا معنا المرحلة الثانية. المرحلة الثانية إن بعد ما يتم دراسة مشاريعهم حيتلاقوا معنا وحيقدموا فكرتهم يعني قدامنا شخصيا، وحيتم اختيار منهم 12 هادو، حيتم اختيارهم الخمسة هادو هم اللي حيتم تدريبهم في ليبيا لمدة أسبوع، ونجهزوهم كيف يقدروا يحسنوا من طريقة تقديمهم لفكرتهم، وشن أيضا اللي ممكن يكونوا غافلين عليه من ناحية التسويق من ناحية الإدارة. وما بعدها حيمشوا الخمسة الرائدات هادو حيمشوا لتونس، حيقدموا أيضا فكرتهم مرة أخرى، وحيختاروا منهم زوز. الزوز هادو الفائزات هم اللي حيكونوا هم اللي حيتم دعمهم. فيعني زوز رائدات من 6 منظمات بإجمالي عام. في نهاية السنة حيكون في 12 رائدة ليبية مستعدة أنها تدخل السوق الليبي وتم دعمها. طيب خلينا نذكره حتى لمن يتابع فينا باش يعرف من هي المنظمات اللي هي منتشرة في ليبيا. انت 2 في الشرق و2 في الغرب و2 في الجنوب. في الجنوب الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة زيغن، ومؤسسة البر والتقوى الخيرية في المنطقة الشرقية، الميزان للتنمية وفابلاب ليبيا، وفي المنطقة الغربية مسارات للسلام والتنمية وهكسا. كيف أيمن تم اختيار هالمنظمات، وهل لها يعني سيرة ذاتية كبيرة في هالمجال في ريادة الأعمال ومشاريع اللي هي تتعلق بالمرأة بشكل عام والمشاريع الاقتصادية بشكل خاص؟ بصراحة موضوع الاختيار ما عنديش به دراية تامة، بحكم أن الاختيار تم من منظمة خبراء فرنسا اللي هي زي ما تقول الداعم الرسمي للبرنامج هذا التام. فلكن نعرف أن علاش تم اختيار هيكسا تم اختيارها بسبب خبرتها في المجال هذا، نجاح مشاريعها السابقة. فأكيد الثقة اللي بنيتها هيكسا في التخصص هذا كان لها دور كبير علاش تم اختيارها. أما أكيد
باقي المنظمات أيضا عندهم الكفاءات التامة اللي هي حتساعدهم، وبإذن الله حيحققوا نجاح المشروع هذا. بس ما نقدرش نقول لك شن الهيكلية بالضبط اللي تم اتباعها أو علاش تم اختيار المنظمات هذه بالضبط. هو وجودك معنا أيمن اليوم والحديث عن هالمشروع هو نوع من الإعلان لهالمشروع بالتأكيد. هل الباب ما زال مفتوح للنساء أنهم هم يشاركوا، وهل في وقت معين حيقفل فيه باب قبول الملفات؟ نعم حاليا التسجيل مفتوح لنهاية شهر ليوم 29 من ديسمبر، حيكون آخر موعد لاستقبال الطلبات. بالنسبة للنساء المهتمة اللي حابة تقدم يقدروا يتابعوا أسماء المنظمات اللي أنت قمت بذكرها توا في صفحاتهم على الفيسبوك. كل منظمة نشرت موقع أو رابط النموذج اللي يقدروا يقدموا فيه ويشاركوا به، ولو تم اختيارهم حيتم التواصل معهم في بداية يناير. المرأة الليبية اللي تابع فينا الآن وخاطرها تشارك في هالمشروع، أيمن شنو هي الخطوات اللي تديرها بعد ما تتواصل بهالصفحات أو هالمنظمات بأي طريقة كانت، سواء بالتليفون أو عبر صفحاتهم على الفيسبوك أو حتى زيارة المقر نفسه إن كان عندهم مقرات، شن الطريقة أو شن الخطوات اللي يجب أن هي تقوم بها؟ هل الفكرة تكون فقط مكتوبة على ورق مثلاً، دراسة جدوى؟ أعطينا تفاصيل أكثر. لا، بالنسبة للفكرة المشروع أنها تقدر تقدم. المرأة اللي عندها فكرة أو زي ما قلت لك فكرة وبادية في تنفيذها أو عندها نموذج مبدئي لمشروعها، هذه اللي تقدر تقدم معنا. وزي ما قلت طريقة التقديم تكون عن طريق الرابط الموجود في كل صفحة، تم كل صفحة من المنظمات هذه قامت بنشر الرابط هذا. لما تعبي النموذج تنتظر منا اتصال ونبلغوها لو انتقلت معنا للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي حيتم تنظيمها، يعني أكيد كل منظمة ممكن في مقرها حتجيل مقر المنظمة وتطرح أعلان فكرتها بشكل مباشر وشكل شخصي، حتى لأن ممكن تكون عندنا بعض الأسئلة وبعض الأسئلة يعني حاجات ما عرفناش بالضبط كيف نقدر نوصلها. لما تحضر هي شخصيا حنفهموا منها أكثر، وبعدين حتنتقل معنا لو تم قبولها للمرحلة الثانية وتكون ضمن الخمس النساء المتأهلات اللي حيتم تدريبهم هنا، وبعدين حيتدربوا في تونس وحيقدموا مشاريعهم قدام لجنة التحكيم في تونس، ويتم اختيار منهم زوز فائزات من كل منظمة. أيمن أنا حنسأل سؤال ممكن أنت تشوفه يعني مش مهم، ولكن لخصوصية الحالة الاجتماعية والمرأة في ليبيا قد يشوف أن بعض النساء يشوف فيه سؤال مهم. في حال تم قبول هالمشروع وهالمرأة، مسألة السفر والأمور هذه من اللي حيغطيها؟ هل ممكن يكون معاها مرافق لو كانت متزوجة، زوجها أو أخوها أو ابنها؟ لأن التفاصيل هذه مهمة في لدى الكثيرين يعني يشوفوا فيها. بالضبط. طبعا هذه من شروط التقديم ايضا، ان اول شرط ان تكون فوق سن ال 18، ثاني شرط ان تكون لديها جواز سفر يعني ساري المفعول، ثالث شيء تكون يعني انها مستعده ان تلتزم معنا في البرنامج. بخصوص اجراءات السفر، كل تكاليف السفر والاقامه في تونس سيتم تغطيتها من قبل المنظمه الداعمه للبرنامج، وبالتالي يعني ولو احد النساء اضطرت انها يكون عندها مرافق فهذا ما فيش اي اشكاليه، ويعني حتى هم حيتم التكفل بهم ايضا يعني كويس. لو اخوها ابوها او زوجها يعني. كويس. بعض المشاركات مش حيكونوا من طرابلس، وانت زي ما حكيت ان في اسبوع دورات حيتم في طرابلس، مرات يجوكم من الجنوب من الشرق، تكاليف الاقامه ايضا في طرابلس هل انتم اللي متكفلين بها؟ هو بصراحة علاش تم اختيار ست منظمات مثلا من كل جهات، يعني أنا كمنظمة في طرابلس بطبيعة الحال مرات ما حيكون لي من الصعب أني نختار منظمة في الجنوب، يعني تقدر هي لو صاحبة مشروع تقدر تقدم عند المنظمات اللي فاتحين تقديم في الجنوب، يعني أقرب لها وأسهل حتى كتعامل. لا نحكي يعني. نحكي بعد الاختيار أيمن، في نحكي بعد الاختيار كل المناطق البلدات الكبرى.
نحكي بعد الاختيار حكيت ان في اسبوع دورات حيتلقوها المشاركات في طرابلس. تكلمت على تكاليف الإقامة والسفر في تونس في طرابلس. مش كل حد عنده مكان إقامة أيمن في طرابلس. عرفت؟ فهذه هي القصة. هل أنتم متكفلين بها الأمور؟ لكن انا حابب نوضح لك ان احنا اصلا كمنظمه حيتم احنا كمنظمه حنختار صاحبات المشاريع اللي على مدار بلديات طرابلس الكبرى. انتوا هكسه يعني بالتالي نحاولوا لو بعض المشتركات كانت تعاني من الشيء هذا اكيد حنحاولوا تغطيه حتى الموضوع هذا. يعني ما معناش اي اشكاليه، يعني لو صاحبه فكره ومستعده تلتزم معنا ما عندناش اي مانع يعني نغطوا التكاليف. طيب خلينا نرجع شوية للخلف. خبراء فرنسا، هل هذا أول تعاون لكم معها؟ هل عندها نشاطات أخرى فيما سبق في ليبيا؟ هل عندك فكرة عن نوعية نشاطاتها ومشاريعها؟ منظمة خبراء فرنسا قاعدة تقوم بشغل كبير حاليا في ليبيا على شكل تام. عندها أكثر من برنامج حاليا تشتغل عليه، على ستريم اللي هو الخاص بأول حاضنة أعمال ليبية تم تأسيسها في تقريبا في منطقة نوفليين أو بن عاشور تاخذش مني، لكن عندها ستريم، عندها سلايدز، لطالما كانت مقدمه وداعمه اساسيه لرواد الاعمال في المجال هذا، فمقدمين شغل كبير الحق، يعني مش اول مره يشتغلوا على مجال رياده الاعمال. طيب المشاريع طبعا مختلفه في مساله راس المال والتكاليف، ايمن من يقدر هالموضوع وشنو هو السقف المادي اللي حيتقدم للفائزات في الأخير؟ اليوم اثنين حسب ما فهمت منك، يعني مشروعين، من يعني من إلى خلينا نتكلموا الدعم المادي. الدعم المادي حيكون من 3000 إلى 5000 يورو. من 3000 إلى 5000 يورو. طيب تكلمت أن النسخة هذه هي بالدرجة الأولى اللي دعمها وزارة التخطيط. وزارة التخطيط متعاونة مع برنامج التكامل، برنامج دعم التكامل الاقتصادي. من ناحية الدعم نحكي، هل هي اللي حتقدم الدعم المادي، وهل عندكم شراكات من قبل مع وزارة التخطيط أو جهات عامة أخرى معنية لربما بالمشاريع والنشاطات اللي أنتم تقدموا فيها؟ لا بصراحة لا، ما كانش لينا قبل تعاون معهم، هذا ممكن أول تعاون لينا مع المنظمة هذه، يعني اللي هي كانت بالتعاون مع وزارة التخطيط يعني، لكن فيما سبق ما كانش في أي تعاون يعني مع وزارة التخطيط. دور الوزارة في هالمشروع شنو هو وزارة التخطيط، وهل ممكن في المستقبل نشوفه حتى تعاون بينكم بين وزارة الاقتصاد أيمن؟ والله احنا كهكسا كونكشن بما ان من اهتمامنا يعني مهتمين برياده الاعمال والتنميه التكنولوجيه وايضا اي برامج لتدعم الدعم الاقتصادي، فاكيد نتمنى ان يصير يوما ما تعاون اللي يؤدي للرقي وتحسين من مجتمعنا، فما نستبعدوش الشيء هذا. يعني ايمن هبوش من مشروع تطوير أو تمكين المرأة الليبية لريادة الأعمال، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم التوفيق ولكل المنظمات ومنظمة هكسا كونكشن بالتأكيد. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم في شارك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. حنمشوا الآن إلى أقصى الجنوب، مرزق طيبة وتعيش الفرحة، مرزق طيبة الله يخليها، أهزوجة جميلة وصلتنا من أقصى الجنوب الليبي
ومقتطف من أغنية يؤديها بانسجام كبير مجموعة من أطفال المدينة في مهرجان ترفيهي للأطفال حمل شعار أطفالنا أمالنا. نشوف مرزق طيبة بصوت وحناجر أطفالها ونرجع للحديث عن المهرجان مع رئيس اللجنة المنظمة جمعة السنوسي. شفنا بالتأكيد مشاهدينا الكرام الأغنية اللي أديها العديد والعديد من أطفال مدينة مرزق. باش نتكلموا أكثر عن المهرجان نرحبوا بالأستاذ جمعة السنوسي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان. أهلا وسهلا بك أستاذ جمعة. أهلا وسهلا بك. مرحبا أخوي، نحييك ونحيي الأخوة المشاهدين الكرام على الإتاحة الفرصة الحديث أكثر عن المهرجان بإذن الله. أهلا وسهلا بك. لا شك أن مدينة مرزق سيد جمعة عانت زيها زي العديد من المدن، بس يعني مرزق عانت الكثير من المشاكل، وبالتأكيد هالمشاكل وهالأحداث اللي صارت لها أثر سلبي كبير على شريحة الأطفال في المدينة. شنو خلاكم أو من أي منطلق قمتوا بالإعداد لهالمهرجان؟ طبعا هي فكرة المهرجان جت طبعا أكيد لكل عالم بما حصل في مدينة مرزق من ويلات الحروب، من نزوح السكان المنطقة ما بين المناطق المجاورة أخرى ذهابا وإيابا أكثر من مرة يعني. فبالتالي جت الفكرة طبعا، أن عارف أنت في أي حرب، وطبعا الأطفال هم أكثر ديما أكثر تأثيرا في اكثر تاثيرا من الناحيه النفسيه في الحروب يعني. فجت الفكره ان نحن نرفه الاطفال بعد ولاد طبعا اكثر من 9 اشهر المدينه كانت بين يعني في مشاحنات يعني. فبالتالي جت الفكره عن طريق ان نحن نرفه الاطفال برعاية اللي هي مؤسسة شباب مرزق للسلام والتنمية، هي اللي طبعا بادرت بهالفكرة. فحبينا ان نحن نرفه الاطفال من خلال 3 ايام طبعا من تاريخ 12 و13 و14. فكان يعني الاجواء حقيقة الكل يعني هم كبار وصغار كلهم محتاجين للترفيه خصوصا. صحيح. فحاولنا ان نحن نبدو بالاطفال لان الاطفال هم اكثر تاثرا، فبدينا يعني بهذه الخطوه. الجميل في الموضوع سيد جمعه ولربما حتى المشاهدين تابعوا، احنا لما نشوفوا الفيديوهات اللي الان نعرضوا فيها بتاع الاغاني هذه اللي حدثت في المهرجان، نشوفوا بعض الشباب والشابات معلقين البطاقات التعريفيه اللي بتكون فيها بالتاكيد صفاتهم انهم هم اعضاء اكيد في هالمؤسسه. الجميل ان الشباب هم اللي هم ايضا عرضه للوضع اللي صاير في المدينه، ولكن بادروا انهم هم يرفهوا عن الاطفال ويحسوا بالمسؤوليه تجاه هالأطفال اللي الآن صورهم تعرض وهم فرحانين ويغنوا مبتسمين يعني. خلينا نتكلموا على هالمؤسسة، هل الشباب اللي يشوفوا فيهم الآن هم أعضاء فيها؟ هل عندكم نشاطات في السابق، نشاطات مستقبلية؟ وحنرجع طبعا للمهرجان نتكلموا على تفاصيل أكثر. طبعا الأعضاء الشباب اللي تشوفوا فيهم في الفيديوهات هم يعني أغلبيتهم من أعضاء في مؤسسة شباب مرزق للسلام والتنمية. وطبعا هي المؤسسه طبعا تاسست خلال يعني ما يطقش حتى شهرين ممكن يعني. فهذه اول عمل لهم اللي هو المهرجان مبدئيا،
وان شاء الله حيكون في اكثر انشطه في الايام القادمه يعني. فالاعضاء طبعا الشباب كلهم لابسين قبعات الصفر او البطاقات كلهم اعضاء في هذه المؤسسه. طيب خلينا نتكلم عن تفضل كمل. نعم وطبعا يعني شفت يعني مدى الايجابيه الطاقه الايجابيه في على وجوه الشباب يعني وسواء حتى في الاطفال يعني كدعم نفسي هم لجنه تحضيريه في نفس الوقت شاركوا في المسابقات وشاركوا الجمهور سواء في حاولوا كيف يدعموهم نفسيا يعني خصوصا الاطفال يعني. فالاغلب الشباب هم من اعضاء المؤسسه. طيب خلينا نتكلموا على الفعاليات اللي صارت في المهرجان، هل فيه مسابقات، فيه عروض، حدثنا اكثر، هل فيه جلسات على هامش المهرجان؟ طبعا اكيد طبعا في فعاليات في المهرجان، طبعا حتى في مؤسسات اخرى يعني شاركونا في هذه في المهرجان. طبعا في مسابقات وفي لجنة المسابقات ولجان طبعا لجان الفعاليات اللي هم العروض سواء تراثية او الروضات حتى هم المدارس حتى هم يعني شاركوا. وفي ايضا فرقة اللي هم فرقة توارك افينار تيناري حتى هم من يعني توارد من مدينة من منطقة تراغن، وأيضا من سابها مؤسسة نعيش الفرحة حتى هم يعني شاركوا بقوة، وأيضا فوج كشاف تراغن حتى هم يعني شاركوا معنا في هذه المهرجانات. فالحقيقة يعني المهرجان كان في عدة عروض منها تراثية ومنها عروض رياضية اللي هي المدارس والروضات وأيضا مسرحيات. ف يعني هذا يعني خصوصا فيما يخص المهرجان يعني. شكرا جزيلا لك رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان السيد جمعة السنوسي، شكرا جزيلا لك على وجودك اليوم معنا في شارك. مشاهدينا الكرام، دروبن سكاي مدون ورحالة ينتقل من مدينة لمدينة لنقل السلام وتغيير أفكار الناس عن المدن اللي تشتهر بكونها غير آمنة. زار أكثر من 180 دولة من عام 2012، وصل الأسبوع اللي فات لليبيا وكانت الدولة 184 اللي يزورها. درو قال بعد زيارته للبلدة للبدة الأثرية، اليوم كان أحد تلك الأيام اللي ما نصدقش فيها حقا اللي شفته. وقال أيضا أن استمتع بالعاصمة طرابلس اللي كانت مفاجأة بالنسبة ليه، وأضاف أن الفيديوهات اللي صنعها في ليبيا كانت من أجل إعطاء متابعينا لمحة عن الحياة المحلية وعن تجربته كسائح في هالبلاد. خلونا نشوف. Hello everyone, it's a beautiful morning in Tripoli, Libya, country number 184. Welcome to Libya. This is my second to last difficult country to enter in terms of visas after Venezuela. So I'm thrilled to have the chance to explore this North African nation which few outsiders get to visit. The first thing to know about Libya is that it's huge, almost three times bigger than Texas. Wow. This is a breathtaking view. If I've ever seen one myself. For safety and security reasons, I'm only allowed to visit the capital and largest city called Tripoli, along with a few places on the northern coast. So keep in mind that there's a lot of the country that I have yet to see. The second thing to know about Libya is that it's currently undergoing a civil war right now, and I could hear it as I was sleeping last night. 5 minutes. Really? Here in the old city? It still retains that ancient look and feel, and it's colored by white and blue. The one thing about the Medina, it just feels really, really old. It's just incredible to be here. The Medina is dotted with relics from the Roman and Ottoman eras, like these pillars slammed into concrete. I've never seen anything like it before. When it comes to cuisine, Libyan food is fantastic. It's a perfect blend of Mediterranean, African, and Italian influence. My favorite dish is couscous, which here is a different variation than in Morocco and Tunisia. Last but not least, my experience in Libya has been enjoyable mostly because of the people.
هذا بالتأكيد مشاهدينا الكرام جزء بسيط من الأماكن السياحية اللي موجودة في بلادنا، لربما اللي قام بها السائح الإنجليزي هو أثار جدل واسع بالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني خلينا نقوله النظرة للمشاهد والآثار الليبية بعين أجنبية حتكون طبعا مختلفة عما احنا نشوفه فيها. موضوع آخر مشاهدين الكرام، ما التفتش على للكاميرا وجهها مش باين لكن فعلا يجبر الكل على احترامه. علاء، وهذا الاسم اللي عرفت به عدد من الصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي. الرجل هو غفير بمدرسة ابتدائية في طرابلس، انتشرت ليه صور وهو حافي القدمين في يوم ماطر يحمل الطلبة من المدرسة إلى السيارات أو سيارات أولياء أمورهم بشكل حميمي يعكس حقيقة العلاقة اللي تربطها بالتلاميذ. هذه الصور مشاهدينا الكرام أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف اللي أشادت طبعا بهالعمل، خلينا نشوف مشاهدينا الكرام بعض التعليقات اللي جاتنا عليها الصور. قبس المنير تقول شوف الابتسامة على وجه البنت بكل قطرة مطر، ربي ساعده كيف ما ساعد العويلة وتبارك الله على النفوس المتواضعة. زكريا أو شكرية تقول ربي يحفظها ويبارك لها في صحيحتها، لكن المشكلة لقدر الله يركب البرد أو الروماتيزم ما يلقاش وين يعالج في هالبلاد. دلال تقول هذه الناس تستحق التقدير ووقفة إجلال على أخلاقهم النبيلة، المفروض يتكرم من أولياء الأمور والمدير وزير التعليم اللي يعتبروا يتعلموا الحرص على العلم والتعليم. أم محمد تقول هذا مفروض وزير التعليم يطلع يكرمه، هذا المفروض مثال يحتذى به حتى بلدية المنطقة تكرمه اللي يدير فيه، حتى أولياء الأمور ما داروش شيء لصغارهم. عبد الفتاح يقول الكبار يسرقون وطن والفقراء والغفراء يخدمون وطن، تحية لمن يشيدون أو يشيدون مستقبل الوطن. محمد يقول هذا يدل على أن ليبيا فيها ناس طيبة وحيجي يوم وترجع زي ما كانت عليه. زي ما قلنا مشاهدينا الكرام هذا تفاعل كبير على هذه الصور وفي حتى تعاطف، لكن مشاهدينا الكرام الجميل في الموضوع رد وزارة التعليم ما تأخرش وفعلا كرمت الوزارة السيد علاء الدين غفار غفير مدرسة شهداء الشطة التابعة لمراقبة تعليم سوق الجمعة، ونشرت صفحة الوزارة صور لعلاء مع وزير التعليم ولقت البادرة استحسان الكثير من المتابعين. شفنا تعليقات مشاهدينا الكرام تطالب بتكريم غفير المدرسة السيد علاء، وهي الوزارة اليوم تكرمة وإن شاء الله كل المؤسسات تكرمة ويكون على مثال يحتذى به. الجميل في الموضوع في بعض التعليقات أشارت إلى أن يا ريت حتى المعلمين يحسوا بالمسؤولية أكثر بالطلبة زي ما حس بهم علاء. وصلنا إلى ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.